الإعلامي السعودي داود الشريان يحذر عبر حسابه على منصة إكس من خطر إدمان الأطفال على الأجهزة اللوحية والإنترنت، خاصة في موسم الإجازة. ودعا الإعلامي السعودي إلى إنشاء عدد من المراكز الصيفية التي تقدم نشاطات مدروسة خاصة بالأطفال والمراهقين لملء الفراغ خلال الإجازة الصيفية، قائلاً إن الأسر السعودية تعاني من بقاء أطفالها أمام أجهزة الآيباد وشاشة التلفزيون يومياً لفترة تصل إلى 10 ساعات أو أكثر. وأضاف أن البديل في الصيف شبه معدوم، فأندية الأطفال قليلة جداً والموجودة منها غير مخصصة وضعيفة المستوى ومرتفعة التكاليف. وتساءل الشريان عن سبب عدم تحويل المدارس في فصل الصيف إلى أندية تديرها شركات خاصة أو أفراد ضمن شروط واضحة. وفي نفس السياق قيدت الصين ساعات دخول الأطفال والمراهقين للإنترنت بسبب ارتفاع معدلات ضعف النظر بين الأطفال وخوفاً من الإدمان.